حبوا بعض مكملين، ولا كل حب ما بين روحين بيعيش سنين. عشاق كتير في الدنيا عاشوا اتنين حبايب، وفي النهاية اختاروا يمشوا في سكتين. مش كل عشاق حبوا بعض مكملين، ولا كل حب ما بين روحين عيش سنين. عشاق كتير في الدنيا عاشوا اتنين حبايب، وفي النهاية اختاروا يمشوا في سكتين. وفي الحياة مش كل حلم يكون حقيقة، ولا حتى كل عيون جميلة عيون بريئة. في ناس في قلبي وكانوا جنبي سنين طويلة، وفي النهاية خسرنا بعضينا في دقيقة. وفي الحياة مش كل حلم يكون حقيقة، ولا حتى كل عيون جميلة عيون بريئة. في ناس في قلبي وكانوا جنبي سنين طويلة، وفي النهاية بين يوم وليلة في ناس بتيجي وناس تغيب، واللي النهاردة حبيبي بكرة ألاقي غريب. في حاجات كتير في حياتي ما كانتش اختياري، وناس مناها تكون لي بس مفيش نصيب. بين يوم وليلة في ناس بتيجي وناس تغيب، في ناس منايا تكون لي بس مفيش نصيب. وفي الحياة مش كل حلم يكون حقيقة، ولا حتى كل عيون جميلة عيون بريئة. في ناس في قلبي وكانوا جنبي سنين طويلة، وفي النهاية خسرنا بعضينا في دقيقة. يا باشا ياسر بيه يا باشا كان بيزعق لياسين باشا، تمام كده؟ ياسر باشا بقى عمال يقول ايه؟ انت اللي عملت كده في ابوك مش انا. عايزك تقولي علاقة ياسين ايه بسميح ومراته منبه؟ اللي ستك بتكلمني فيه ده بلاش تكلمني فيه ولا تسألني فيه في المواضيع دي بالذات. يعني بتاعتك اللي ولعت المشكلة؟ لا معلش من بعيد كده شغل مباحث. لا مش واخد بالي حضرتك، انا فوقت يا فندم لقيتكوا قلبين الدنيا عليا في الاجانس في البيت، فقلت اجي اعرف ايه اللي بيحصل يعني، واكد لحضرتك ان سميح مش ممكن يكون هو اللي ضرب النار على ياسين. ايوه افتحي يا مدام ليلى. يا ريت تغير هدومك وتتفضلي معانا. على فين؟ على الاسم. دلوقتي؟ ايوه. هو في ايه بالظبط؟ فينا حضرتك متهمه بالشروع في قتل جوزك ياسين منير علام. يا مدير عايز ايه؟
أنا مش جاي أقول لك تعالى ننسى اللي فات ونبتدي صفحة جديدة وكل الكلام ده. أنا كنت منتظر إن حد فيك ويبقى عنده الشجاعة ويجي يصارحني، لكن كل مرة بسألك أو بسألها بتقولي مفيش حاجة بينكم. عشان محدش كدب عليك، هي دي الحقيقة، ما كانش في بينا حاجة. ما كانش؟ يعني في دلوقتي؟ سميح رايح نفسك، أنا عمري ما خنتك ولا عمري خنت مراتي. يعني مش الرصاصة اللي منعتك إنك تهرب معاها؟ لا رصاصة ولا غيرها. انت كانت مستنياك يا ياسين. انت بتجيب الكلام ده منين؟ مين اللي أكد لك يعني؟ مش مهم. صدقني يا سميح، والله ما حصل حاجة منه. على فكرة مش أنا الشخص اللي ممكن ألف وأدور على أقرب الناس ليا عشان أخطف حاجة مش بتاعتي. يعني اللي حصل في الشركة هترده في مراتي؟ منكرش إن أنا فكرت كده، بس ما كملتش، عشان لو كنت كملت كنت هبقى شخص رخيص جدا، وأنا ما تعودتش أكون رخيص زي ما في ناس كتير متعودة على الرخص. عايز أصدقك دلوقتي؟ مش لازم تصدق على فكرة، براحتك. على فكرة سميح، الحرب بينا لسه ما خلصتش، دي يا دوب بتبدأ. لسه فيك نفس؟ غلبان انت قوي. مش عايز هدنة؟ انت من يوم ما مات انكل منير الله يرحمه اتقتل. اتقتل يا سموح ولا ايه؟ ولا قتله قسما بالله لاجيبه قريب جدا. واضح انك متأثر جدا بكلام ادهم باشا. ده كلامه مش كلامك. انتوا الاثنين ما عندكوش اي دليل. مش مهم على فكرة، مش مهم البوليس يوصل لأي دليل، أنا اللي هثبت الحقيقة. مش فاهم يا سيدي. أحسن خليك مش فاهم، بكرة هتفهم. عموما أنا جاي أقولك مبروك، أنت نجحت. أنا طلعت ريهام. تفتكري في حد ممكن يحب حد لدرجة إنه يقتله يا مدام ليلى؟ مش فاهمة السؤال. مش فاهمة إيه يا مدام ليلى؟ هما مش بيقولوا من الحب ما قتل؟ حضرتك عايز تفهمني إن أنا اللي قتلت ياسين عشان بحبه؟ الحب شعور مركب يا مدام ليلى. يعني بيجي معاه قلق، خوف، غيرة، تملك. شيلة واحدة على بعض باكجين. مش دايما. المفروض في الأصل بيجي معاه رضا وتسامح وسلام داخلي. اللي بتتكلم عنه حضرتك ده هو الاستثناء مش القاعدة. هو القتل كمان استثناء. القاتل بيقتل تحت ضغط من مشاعر إنسانية استثنائية. أنا وياسين اكتشفنا حبنا لبعض بالصدفة وفي ظروف صعبة. وبقالنا فترة بنقيم علاقتنا ببعض. يمكن نكون اتسرعنا وضيعنا صداقتنا بإيدينا. وتقييم العلاقة ده طبعاً قايم دلوقتي مع ظهور ضلع تالت اللي هو مدام ريهام، صح؟ أنا مقدر مشاعرك جداً على فكرة، وعارف أكيد أنت حسيتي بإيه. فعلاً. أنا ليلة ما ياسين اتضرب بنار كنت رايحة له أقول له كل اللي أنا عرفته ده وأصارحه بالحقيقة وأطلب منه الطلاق. واتخانقتوا مع بعض والخناقة اتطورت. أكيد ما حصلش. أنا لما رحت ولقيته مضروب بالنار وطنط ألفة جنبه بتصوت، خدته وطلعنا بيه المستشفى على طول. تعرفي حد اسمه وليد عزمي؟ مين ده؟ مش واخدة بالي. ده كان مسجون مع ولد ريهام، ولما خرج من السجن ابتدى يتصلى عليها ويبتزها. أنا فاكرة القصة دي بس طشاش يعني، بس ما عرفوش شخصيا. يعني أنت ما قابلتوش قبل كده في فرشة الميكانيكا بتاعته؟ يا فندم أنا لا أعرف مين وليد ده ولا أعرف أصلا إنه عنده ورشة. يمكن هو يعرفك، أنت ما تعرفيهوش. هتقولي قدامي وأنا أحط صوابعي كده في عينيه. ما هي دي المشكلة يا مدام ليلى. وليد اتقتل في ورشته. ده معناه إيه ده؟ معناه إن إحنا كده عندنا متهمة نقدر نقدمها للنيابة.
القلب الذهب اكد لك العلاقه بين ريهام وياسين ازاي مش مهم، المهم انها اتاكدت. وفي لحظه انفعال اخذت القرار. وصلت ياسين بدري على الميعاد اللي المفروض اتحرك فيه، ضربتني النهار وهربتي. شوية ورجعت عشان تنقلي على المستشفى مع والدته ولا كأن حصل حاجة. كنت فاكرة بقى انك تخلصت من صحيح الجريمة. قتلي وليد عزمي كان وراكي. بعتولي ياسين في نفس التوقيت اللي انت روحتي فيه لياسين. خد الشنطة وسلاح الجريمة وهرب. بعديها قدر يوصل لك وبعتلك عشان يساومك في شهادته ضدك. المساومة دي كانت نهايتها انك قتلتي والدي. ايه رأيك يا مدام ليلى؟ في دافع للجريمة، في شهود، قصة منطقية واقعية. القصة دي ما حصلتش أصلاً يا سيادة المقدم. احنا ساعدنا صاحب الورشة بتاعت وليد، قال لنا إن وليد كان مستني ضيفة وقال لنا باللفظ كده إنها كانت بنت ناس ومزة. وأنت الحقيقة مزة أفندم؟ لا صاحب الورشة هنا بيقول يا مدام. ممكن تكون أي واحدة غيري. ده في حال يعني إن صبي ما بيضربش حاجة وعارف هو بيقول إيه؟ يفضل بقى شهادة ريهام. لو قالت لنا ان وليد كلمها عشان شافك كنت بتضرب ياسين بالنار تبقى قضيه خلصانه بقى يا مدام ليلى. ان شاء الله يكون عندك 10 شهود. الموضوع ده ما حصلش يا فندم. سيبك ان ياسين جوزي وان احنا كان في بيننا علاقه حب وصداقه. ازاي ممكن انهي حياه شخص وقف جنبي وساعدني طول حياته وانقذ بنتي اكتر من مره؟ ازاي؟ ساعات الغضب يا مدام ليلى وساعات القدر يعمل بصر. يا فندم حضرتك ما تعرفش ان حياه ياسين اغلى من حياتي نفسها. مش بالكلام بقى يا مدام ليلى، مش بالكلام. العموم ياسين فاق وانا هعدي عليه دلوقتي وان شاء الله هيتكلم ونشوف عنده ايه. انت بقى راح تبقي ضيفتنا هنا النهارده لغايه ما تردي على النيابه بكره. لو عايز تكلمي المحامي بتاعك او اي حد طمنيه عليكي اتفضلي خدي راحتك. على مهلك على مهلك. خلاص يا ماما خلاص خلاص والله عارف امشي لوحدي والله. مهلي ايه بس؟ انت مسنده واحده والده؟ طب حاسس انا على مهلك. والله عارف امشي لوحدي خلاص سيبوني. بالراحه بالراحه يلا. يوه انت مالك عامل زي عيال صغيره كده ليه؟ ايه مالك خير في ايه؟ مش عارف ايه ضميري وجعني اهو. انت بايخ قوي. عشان بس ندى والله سايباها لوحدها خلاص روحي لها انا تمام. يا سيدي ندى زي الفل وسايباها مع ماما. اطمنت؟ جسمي باظ تمام. الفورمه راحت في داهي خالص لازم انزل الجيم. جيم ايه؟ مفيش نزول من البيت قبل اسبوع قلنا. انت مجنون رسمي. طب بابا فين؟ في الشغل. شغل ايه؟ الساعة كام دلوقتي؟ مش مواعيده يعني، في حاجة ولا ايه؟ لا هيكون في ايه؟ مفيش حاجة عادي. اصل بفكر البس وانزل اروح له. مفيش نزول قبل اسبوع. لو نزلت هعمل لك فضيحة، تمام كده؟ فضيحة؟ طيب متشكرين. متشكرين. اتفضل. شكرا. انت كارثه. ماشي لو عوزت حاجه ابقى كلمني. ها وانا هطمن عليك. ماشي يلا حضر لك الغدا. باي باي يا طنط. حضر لك الفطير دلوقتي. برضه عملت اللي في دماغك يا سميح. القرار مش قراري يا انكل، ده قرار الجمعيه العموميه. واخد بالي. الجمعيه العموميه اللي انت عملتها عشان تشيلني من على الكرسي وتقعد انت مكاني. يا ريت ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي. احنا فعلا عيله واهل بس الشغل شغل وانت لسه من مساهمين في الشركه يعني المصلحه علينا كلنا. بالاتفاق يا سميح مش بلاوي الدراع. ممكن انت دلوقتي منفعل ومتضايق شويه بس انا متاكد انك في الاخر هتيجي وتشكرني. اسال عني يا ابوك يا سميح. انا ما بزهقش وما بستسلمش بسهوله. اي نعم انت كسبت الجوله الاولى لكن لسه الحرب مستمره. طب ليه ما نحطش ايدينا في ايدين بعض؟ احنا في مركب واحده. المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. والمركب دي ملهاش غير رئيس واحد وبس. ما تزعلش مني يا انكل. انت حطيت القواعد وانا مشيت عليها مش اكتر. اللعبه حلوه وقانونيه. وانا احب اللعبه الحلوه. يا انكل المكان مكانك والمكتب مكتبك والله. لا ازاي؟ ده انت مستر سميح
رئيس مجلس الإدارة الجديد المؤقت. يعني أنا لازم ألم حاجتي وأديهولك. برضو مؤقت. يا أنكل مش الغرض إني أطردك من مكتبك، والله. والله. ربنا أعلم بالنوايا. إحنا لينا اللي بيحصل على أرض الواقع. استلم مني المكتب في خلال ساعة سميح. زي ما أنت عايز. بعتذر لك مرة تانية. اعتذرلك خليهولك. الحرب لسه ما خلصتش. دي بتبتدي. عن إذنك. يلا يا هاني. يا ولدي. صباح الخير. انتوا يمكن لسه ما تعرفونيش. انا سميح خاطر، رئيس مجلس الاداره الجديد بقرار من الجمعيه العموميه. انا جاي ومعايا خطط لتطوير عمل الشركه، خطط هتخلينا ننافس على مستوى عالمي. لايت ماركتنج حققت كتير في السنين اللي فاتت، وده طبعا بفضل جهودكم وجهود اللي قبلكم. لكن الزمن اتغير واحنا لازم نتغير معاه. النهارده هنبدا عهد جديد، عاد يخلينا ننجز أكتر. اللي عنده أفكار، طموح، خطط جريئة، مكتبي مفتوح له 24 ساعة في اليوم. اللي عايز يوقف في مكانه، أنا آسف، مش هيفضل معانا. دي سنة الحياة. يلا يا شباب، وروني شغلكم. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. الراجل ده بيقول كلام كبير قوي يا جدعان. الكلام ده ملوش غير معنى واحد بس، ان مستر منير خلاص بح. طب ما هو بح من زمان، موجود معانا بركه وخلاص. طب بالنسبه لياسين وياسر؟ ياسين لسه خارج من المستشفى، وياسر بقاله شهرين ملوش وجود في الوجود اصلا. انا كنت حاسس ان في حاجه من زمان هنا بتحصل بس مش فاهمها. ودلوقتي فهمتها؟ يعني اديني بحاول اهو. هو كان في طراطيش كلام كده ان الشركه بتاعتنا هتندمج مع شركه عالميه كبيره وهنبقى الفرع بتاعها في الشرق الاوسط. ساعتها انا قلت الكلام ده بلح، بس اهو واضح ان الموضوع دخل في الجد. طب واحنا بقى وضعنا ايه بالظبط؟ هو الراجل ما قالش اي حاجه وحشه ولا حلوه. وحياتك الراجل ده ما قالش اي حاجه مفيده اصلا. بالعكس، الراجل ده قال الخلاصه وجاب من الاخر. وانت مبسوط ولا انا بيتهيالي؟ لا تقدر تقول كده متفائل بس بحذر. الانبساط بقى لو اللي في دماغي طلع صح. اللي هو ايه بقى؟ لما تكبري هقولك. اللي يشوفك متشيك كده ما يقولش ان انت نازل للشغل ورايح تقابل خناشير، يقول ان انت عندك رانديفو. انا وش زيك برضه. ما كنتش وش زيك بس بقيت. بركه فيك يا محمد، كويس ان مودك بقى حلو. اللي اسمه سميح ده نرفزني قوي، واللي مضايقني اكتر ان انت ما ردتش عليه. سيبيني اعالج الموضوع ده بطريقتي، ما ينفعش هو سخن كده، لازم اسيبه يهدى الاول شويه. يا سماح، ما هما بقى هيسيبوك في حالك. لا طبعا مش هيسيبوني في حالي، بس انا ما اروح لهمش بنفسي واجيب لنفسي المشاكل. من الواضح اللي اسمه سميح ده مش اخو مراتك وبس، ده شكله داهية. هو سميح طول عمره دماغه سم، وطول عمره يحب يبقى مسيطر، ما يحبش يمشي ورا حد ابدا. انا قلت كده برضه، انا نظرتي برضه ما تخيبش، بقرا الناس بسرعه. طبعا يا روحي. هو في حد فهمني زيك؟ عشان بحبك. أنا بموتي. بس هو اللي اسمه سميح ده يخليك تنساني. خليه يحاول بقى. شوفي مين هيسمع. أنا سمعت إن هو نزل من عندنا في البيت راح الشركة، بس إيه قلبها. سمعتي مين؟ لا بقى، ما أنا ليا مصادري الخاصة. لو سميح بدأ، واضح إن أنا اتأخرت أوي. لا اتأخرت ولا حاجة يا حبيبي. كل تأخيرة وفيها خيرة. طب يلا. طب اقول لك ايه؟ بتاع ده ملوش حل، بيخلي مودي عالي جدا. لا تعالى بالليل، انا عندي اللي اجمد منه. ماشي يا رب، يلا باي. باي، خلي بالك من نفسك. ها Thank you.
سموحة. قلت على ايه؟ لسه ما عملناش حاجة. مش حاجة؟ يا راجل ده ياسين مشي وساب لك المكتب بالطفاية. بص احنا حطينا رجلينا على اول الطريق. بس المشوار لسه طويل. منير علام مش هيسكت. ولسه ياسين. ياسين. تعرف ان انا حاسس ان انا واطي ونادل قوي يا سميح. انا الراجل بعد اللي عامله مع بنتي في المستشفى اجي انا احط عليه وعلى شركته. مصلحته. نصيبه في الشركه هو وهو اخوه ما اتغيرتش. زي ما هي. يوم ما يكسبوا الطاهر بقى هيشكرونا. مالي ايدك يعني؟ زي ما اقول لك دايما. اشتري مني. يعني مفيش مفاجآت؟ خالص. ايوه كده بقى يا اخي بقى مبروك احتفل. مبروك لينا. تشرب ايه؟ ويسكي. ويسكي؟ ويسكي ومش هنا نطلع على البار عشان نحتفل. انت راجع بقوه. شوق بركه في بنت الايه؟ خلاص بقى انساها وركز في بنتك. كل ما تبعد عن عيني بتحلو بنت الايه. عشان كده انت لازم تبعد عنها عشان تحلف عنها. والله يا موحى يعني اقرب او ابعد مش فارقه كتير. حتى كمان بعد موضوع ندى مبقاش في امل. بس انت عارف محدش عارف بيقول ايه اللي ممكن يحصل. تفتكر؟ اكيد. اديك شايف امبارح كنا فين والنهارده بقينا فين. طيب تشرب ايه؟ مش ويسكي؟ براندي. خلاص بقى. سألت عليك في البيت قالوا لي نزلت بدري. قلت كده ليه كده؟ رحت عند ياسين الأول. بقالكوا كتير قوي ما تقابلتوش. أيوه لسه في بيننا حسابات كتير مؤجلة ما تصفتش. حسابات إيه يا عم سميح؟ هو ده وقت تصفية حسابات؟ طبعا لا. كل شيء بأوان. أنت مالك في إيه؟ مش عاجبني. أنا في مصيبة يا سميح. مصيبة؟ هو موضوع يخص يارا. مالها يارا؟ الله يرحمها. قبل ما تنتحر حطتني فرطة كبيرة قوي. مش عارف اخرج منها ازاي. مش لاقي حد يلجأ له غيرك. طيب احكيلي. هو ايه الحكاية؟ كل شويه نسمع ان واحد فيهم اتقبض عليه وبعدين نلاقيه جاي يتمخطر ولا كاني في حاجه. حرب نفسيه علينا دي ولا ايه؟ هو انا صوتي واطي ولا انت لسه صاحيه من النوم ومش شايفاني؟ شايفاك وسامعاك يا محمود، بس بقيت اخاف اتكلم معاك. اصل الحيطان ليها ودان والشركه بقت مليانه عصافير بينقلوا كلام لبعض. ياه ده انت قلبك اسود قوي. هو انت لسه زعلانه ان انا قلت لياسر على اللي حصل بينك وبين الظابط؟ لا ابدا. وازعل ليه؟ ما انا عارفه طول عمرك ان انت نادل وواطي. ما اتفاجئتش يعني. يا عبيطة أنا بحميكي. بص يا أميرة، كل الخيوط متلعبكة في بعض، فما تدخليش نفسك أنت بقى جوه الشبكة دي وقفي اتفرجي بره زيي. متشكرة على النصيحة يا حكيم زمانك. اتريقي اتريقي، بس أنا برضو خايف عليكي. لا أنت خايف على نفسك وبس، لحسن حد يعرف إن أنت شفت ولا سمعت حاجة ومروحتش تقول لهم، وساعتها يخصموا منك من الحوافز بتاعتك. وفريدي يعني ان انا شفت حاجه ونقلتها لمصر سميح، ده ما يعبنيش في حاجه. عندك حق، احنا الاثنين بعنا اخلاقنا من ساعه ما سيبنا ياسين يمشي من هنا لوحده. هو احنا يعني كنا بننجم؟ احنا كنا بندور على الامان وكنا فاكرين ان هنلاقيه هنا. هو طلع مش موجود هنا ولا هناك، وكلنا بقينا على كف عفريت. ما دام النتيجه واحده كنا نطلع بقى كويسين. يعني انت تفتكر ان نادر ونسرين
مش ندمانين على خروجهم معاه؟ هندموا على ايه؟ ناس وقفوا جنب الراجل اللي ليه جمال عليهم كتير قوي، اكيد ضميرهم مرتاح. بس برضو اكيد جيوبهم فاضية اكتر مننا بكتير. بقولك يا محمود، ما تقعدش تبرر لنفسك انانيتك وتعالى نركز في البرداية دي عشان لازم اسلمها كمان ساعتين. احسن برضو. امسك. انا قلقانة قوي يا نادر. ومين سمعك؟ هو صحيح فاهم الغيبوبة لكن لسه ما خرجش من المستشفى. تحقيق لسه شغال. طب وبعدين؟ ولا قبلين. ما قدمناش حل غير اننا نستنى ونقول يا رب. تفتكر اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط؟ ادينا عملناه خلاص بقى نسرين. صح او غلط بقى ده اختيارنا ونتحمله للاخر. اكيد مش غلط ان احنا نقف جنب واحد ادانا الفرصه ان احنا نشتغل معاه ونكبر سوا. لكن الموضوع ندخل في ضرب نار وبوليس ورصاص ونيابه، احنا مش قد الموضوع ده يا نادر. هو ده بقى اللي حصل بقى، ربنا كاتب كده. الحمد لله ما قدمناش حل غير اننا نستنى. بصراحه انا مش عارفه لو الزمن رجع بيا هختار نفس الاختيار ده تاني ولا لا. الزمن ما بيرجعش يا نسرين، ماشي في اتجاه واحد بس. ربنا يستر بقى ويعدي الموضوع ده على خير. هو هيعدي، انما على خير ولا لا الله اعلم. ايه ليلى؟ انت بتهزر ولا يا دمبي؟ لا يا سيما بهزرش. مدام ليلى هي المشتبه الاول دلوقتي في القضيه. المشتبه الاول؟ لا لا لا، انت بتهزر شويه. مستحيل ليلى، ليلى ما تعرفش تعمل كده وانا املا اصلا. انت مش كنت قلت لي انك ما شفتش ضربك بالنار؟ خلاص ممكن يبقى اي حد. ماشي بس مش لدرجة ليلى يعني. ماشي يا سيدي، تشكلي في حد؟ أدام بنت اليوم متخيل ان انا عارف مين اللي عمل كده ومش عايز اتكلم يعني. ده حد حاول يقتلنا انا يعني، اكيد انا اول واحد نفسي اعرف من هو. طيب يا ياسين، ليه لما فقت رحت لدكتورة أمنية؟ هي قالت لي ما تعرفش، بس يعني لو كانت بتقول الحقيقة يعني عادي يعني، كنت عايز أشوفها. حسيتك كنت عامل كده؟ طب يعني كنت تصبر لما تقف على حيلك حتى تروح وأنت واقف كده؟ يلا يا دين، رحت ما عرفتش أشوفها ورجعت تاني هنا. طلبت تشوف النظراء ليه اللي في المصحة عند دكتورة أمنية يا ياسين؟ ها؟ شوف النظراء بتاعة المصحة بتاعة دكتورة أمنية يا ياسين طلبتها ليه؟ والله يا دكتورة أمنية من حقها تقول اللي عايزة تقوله، مش بالضرورة يعني بكلمها كله صح يعني. يعني أنت بتنفي كلامها؟ والله لا بنفي ولا بأكد بقى. كفاية بقى يا ياسين، بجد كفايه. انا مش فاهم، انت مش واثق فيا ولا ايه؟ طبعا واثق، بس يظهر كده الادويه بدات تشتغل وشكلي هنام. تنام؟ ماشي نام يا ياسين، بس على فكره في فريق بحث بيدور في كشوف النزلاء عند الدكتوره امنيه من امبارح. هو اي نعم وصلش الحاجة لغاية دلوقتي، بس هيوصل، ولما يوصل هطمنك. هلا انا كنت مستنيك تفوق عشان تساعدنا يعني، اتفضل انك مش عايز. تصبح على خير يا ياسين، نام. $2 مليون؟ ده مبلغ كانت مديونة بيه قبل ما تنتحر، وعشان حظي الأسود ماتت وهي على ذمتي، فورثتها وورثت ديونها كمان. بس ده مبلغ كبير جدا، والناس اللي هي مديونة ليهم مستعجلين عليه جدا جدا. طيب وأنا عايز نساعدك إزاي؟ مش عارف يا سميح. بعد حادثة انتحارها بأسبوع الناس دي ابتدت تطاردني، دلوقتي بيهددوني، أنا مش عارف أعمل إيه.
طيب وهي جابت المبلغ ده منين وعملت بيه ايه وراح فين؟ يا عم ده موضوع طويل، انا نفسي ما اعرفش تفاصيله، المهم ان هو ده اللي حصل. بص يا ياسر، انت لازم تعرف الفلوس دي راحت فين وترجعها. يعني هتتصرف ازاي؟ انت اكتر واحد عارف ان مفيش سيولة، يعني كل الحسابات والملفات تحت عينك، وحتى لو في سيولة يعني عايزنا نسدد لك مبلغ 2 مليون دولار كمبلغ معدوم؟ اكيد انت بتهزر يعني. يا يارا ما جابتلكش سيرة عن الموضوع ده قبل الحادثة؟ يارا؟ هتقولي ليه يعني؟ علاقتنا كانت سطحية جداً، أنت عارف؟ أنا عارف، بس قلت يمكن يعني. لا إيه ده؟ كلكم ورا بعض كده؟ أهلاً وسهلاً يا مدام نرمين، نورتيني. معنى كلامك ان في حد جه قبلي؟ طبعا، الاول مامته ودلوقتي المدام. انا مستنياكي بقالي كتير، بس انت تاخرتي عليا شويه. معلش انا اسفه، عقبال ما عرفت اجمع معلومات عنك وعرفت ان انت ستايلست شاطره قوي وليكي زباين مهمين والناس كلها بتتحكى في سيرتك عن غرامياتك طبعا مع الرجاله المتجوزين واللي مش متجوزين، مش عاتقه. كنت بدور على نصيبي ولقيته. تعرفي يا مدام درمين، في ناس تقعد تدور عليه طول عمرها بس ما بتلاقيهوش، لا هو عيب ولا حرام. وما لقيتيش نصيبك غير مع راجل متجوز ومخلف؟ انا عايزاكي تساليه، اساليه انا قد ايه ترجيته. قلت له خليك في بيتك، لو مش عشانك عشان خاطر ابنك. انا حاسه كده ان انا بخرب البيت. كان يقول لي يا يارا البيت كده كده مخروب. الواضح بقى ان هو كان عنده حق. جايز فعلا يكون معاه حق، بس لعلمك انا كمان اترجيته عشان يطلقني، بس للاسف رفض تماما. الظاهر عاجبه الحرام معاكي. علاقه في الحرام؟ انا عمري ما اعمل علاقه في الحرام، ولو كنت سالتي عليا صحيح كنت تتاكدي ان انا عمري ما سلم نفسي غير بعقد جواز. انتي تقصدي ايه؟ كان نفسي هو اللي يجي يقولك بنفسه. كنت كل ما اقوله كان دايما يقولي انا مستني الوقت المناسب. براحته وانتي كمان براحتك، بس انا بقى عايزاكوا تخرجوني من حساباتكوا دي. انتي كنت جايه عشان حاسه وعايزه تتاكدي، واديكي اتاكدتي. اتجوزك انتي؟ اه انا بعقد شرعي موثق على سنة الله ورسوله. انتي عارفة طبعا يا مدام نرمين ان الراجل ليه الحق يتجوز مرة واثنين وثلاثة واربعة، ده لو مش مرتاح مع مراته الاولانية. انا اسفة ان انا بصدمك، بس انتي بقى اللي قلتي علاقة في الحرام، وانا سمعتي وكرامتي اهم من مشاعرك بكتير. اه نسيت أقولك، أخوكي سميح كان عندنا النهاردة، كان جاي يبارك ويهني، بس أنا بقى ملحقتش أقدم له الشربات. ما افتكرش إن أنا هلحق دلوقتي كمان أقدمهولك. تحبي تشربي مية ولا حاجة ساقعة؟ فاضي؟ دقيقتين بس. لا فاضي ساعتين عمرك عايز. كتير قوي. يا ريت اعرف الاقي كلام يكمل دقيقتين. معلش صدمة جديدة. حضرتك دايما مظلوم فيا، سواء عملت حاجة كويسة أو حاجة وحشة. يا أخي في مليون طريقة ممكن تعترض بيها عليا وعلى طريقتي معاك ومع أخوك. مش تبعنا وتنط كده في مركب سميح وتقول يلا نفسي. انا ما بعتش ده بيزنس،
أظن يعني من حقي يكون لي كياني المستقل. وبعدين حركة مش هتعرف ترضي كل الناس. يعني كده التصرف اللي هعمله مش هيخلي كل اللي حواليا مبسوطين. عندك حق. أنا فاهم دوافعك كويس مع إني أنا مش متعاطف معاها. أنا طول عمري بحاول أساوي بينك وبين أخوك. عمري ما فضلت واحد على التاني. قولي أنا عملت معاك إيه؟ ولا حاجة. بس زي ما حضرتك قلت كده. بتحاول. وفشلت. وبعدين يعني أنا ما عملتش جريمة عشان حضرتك تحاسبني دلوقتي. اللي عملته ده أفظع من إني أسميه جريمة. أنت عملت شرخ، شرخ كبير أوي. شرخ في البيت وفي الشغل. وشرخ ده عمال يكبر يكبر يكبر. وإحنا واقفين كلنا نتفرج عليه مش عارفين نوقفه ولا نداريه. لحد ما كل حاجة هتقع فوق دماغنا. طلعت الشيطان. البيت كله ملايكة ما شاء الله. بس. بس بس بس. لم شنطتك وروح لمراتك الجديدة. امسح حياتك القديمة بأستيكة، ابدأ حياتك من جديد. نقطة من أول سطر. رب. يا رب تستريح بقى. يعني أظن إنك مش هتستريح. مش عارف ليه يا بابا. تهيألي إن أنا هكون مستريح جدا. مستريح قوي. بس نصايح حضرتك دي على عيني وراسي. مش هنساها. خسارة. خسارة يا ياسر. هموت وارجع وكل ما اقول وايه يمنع اخاف اسمع كلمة خلاص مبقاش ينفع ينفع حاجات جوايا تعباني ومش بنسى وحشاني قامل بعاد لما بيوجع هموت وارجع وكل ما اقول وايه يمنع اخاف اسمع كلمة خلاص يا زماني لو ترجع بينا تاني نفسي يوم أشوف حبيبي في أحضاني طب إزاي أنسى ده سايب لي في كل مكان ذكرى حلوة ما